السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناة وصفات ام ملك. نتمنى تكونوا كلكم على خير يا ربي، ونلقاكم هذا الفيديو بالف صحة وسلامة. اليوم غادي نحضر معكم واحد الحريشات مالحين، يعني حريشات بواحد الحشوة لذيذة بزاف، نتمنى يعجبوكم. ندوز على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا نص كيلو ديال السميدة، نقصت منها كاس باش غادي نقرص، وزدت ليها ديك الكاس زدتو فينو، يعني هاد الحريشات غنديرهم بالسميده ديال الحرشه وبالفينو، يعني الفينو السميده الرقيقه. غادي نحتاج نص خماره، ماشي خماره كامله، غير نص خماره. نحتاج واحد ربع كاس ديال الزيت، غادي نحتاج واحد شويه ديال الخميره ديال الخبز، قياس واحد معلقه صغيره، وملحه، غادي نحتاج واحد شويه ديال الملحه. غادي نحتاج الزعتر، غادي نديرو هنا هذا باش غادي نعجن العجينه ديال الحرشه. الحشوه غادي نحتاج هنا الزيتون اسود قطعته رقيق، هنا عندي واحد جوج فرماجات ثلاثين، عندي وفرماج هذا ديال هذا الجبن، يعني هاد الحريشات غنعمرهم جوج انواع من الفرماج، فرماج مثلث وهذا الجبن هذا. صافي، هذا هي الحشوه اللي غادي نعمروا بها هاد الحريشات. غندوزو بعدا غادي نوجدو العجينة، غناخد نص خمارة، ما تكتروش الخميرة باش ما تجيكمش كتفرتت. صافي، هنا وغادي نضيف الزيت، ونضيف الملحة، نسيت ما درتش هنا ما درتش سكر سنيده، غندير واحد المعلقه صغيره ديال السكر. صافي، هنا ضفت معلقه صغيره ديال السنيده، غنضيف شويه ديال الزعتر، صافي غادي نرمل، نحاول نخلط داك الزيت مع السميده، غنرمل داك السميده بداك الزيت هكذا. صافي، هنا من بعد ما دخلت الزيت في داك السميده غنضيف ليها الخميره. صافي، وغادي نجمع بالماء، الماء عادي البنات ماشي دافي، الماء غير ديال الروبيني عادي، قياس الماء ما نعطيكمش القياس، انتما غادي تشوفوا معايا القوام ديال هاد العجينه كيفاش خاصو يكون. ما كنعجنوهاش البنات فقط هكذا، كنخلطها غير بصبعنا، ما كتحتاجش نعجنوها ولا شي حاجه، بحال الحرشه العاديه، غير هذه من السماء، يعني من السماء بالزعتر وداك معمره بداك الزيتون والجبن والفرماج. البنات راه كتجي لذيذه بزاف، كيجيو حريشات صغيورين يعني، وتقدروا ديروها حتى حرشه كبيره. ما تخليوهاش قاصحه، خليوها شويه جاريه من الخوفه، وخليوها شويه ترتاح باش كتشرب داك الماء، ومن بعد غادي ندوزو باش غنوجدو الحشوه. صافي هكذا خاصها تكون، ها هي جاريه، ولكن راه غادي نخليوها شويه ترتاح، خليوها ترتاح ونوجدو الحشوه. غنغسل يدي ونعاود. صافي، هنا غادي ناخذ واحد الزلافه او اناء او اللي كان، غادي ندير فيه هذا الفرماج، نتوما ديروا قياس يعني على حسب الحريشات اللي بغيتوا ديروا. صافي، غندير الفرماج هذا المثلث، غنضيف ليه الجبن قياس واحد جوج معالق. صافي، وغادي نحاول انني نخلط هاد الاجبان بجوج، من بعد غادي نضيف لهم الزيتون. صافي هكذا، بعد ما خلطتهم غنضيف لهم الزيتون، غادي نخلط الحشوه
صافي هنا الا بغيتو ديروا الزعتر ديروه هنا، بغيتو ديروا الزعتر هنا ديروه اللي عجبكم. انا درتو في العجينه صافي، ما غنديروش في الحشوه، راه غادي تجي من السما. صافي هنا ما غادي نضيف لها لا ملح لا حتى شي حاجه، لان الاجبنه مالحه. صافي مع الزيتون صافي، هذه هي الحشوه، غادي نخليها على جانب وغادي ندوز باش غادي نكور الحريشات. صافي هنا غادي نحتاج هنايا كميه ديال السميده باش غادي نكورو هاد الحريشات. غنحتاج هادي باش غادي ندير يعني باش غيجيونا هاد الحريشات مقادين. وصافي وحده قدختها باش ما يجيناش كل وحده يعني وحده كبيره وحده صغيره. غادي نحتاج هنايا واحد البلاستيكه، انا درت السلوفان هنايا فوق طاوله العمل باش ما تلصق لياش الحرشه ونقدر نلقى كي ندير نهزها. صافي غادي ناخذ هنايا هاد العجين هذا، غادي نحاول انني ناخذ هنا بعدا اولا نرش شويه ديال السميده، غادي ناخذ هنا كميه ديال هاد هكا، ناخذ كميه غادي نحاول انني ندير لها بحال هكذا واحد الحفره في الوسط، ناخذ كميه ديال هاد واحد المعلقه صغيره. صافي وغادي نجمع عليها استعنوا بالسميده باش ما تلصق ليناش. صافي وغنديروها هنايا في هذا المول هذا كما كتشوفوا، وغادي نركو عليها بصبعنا باش نتحصلوا على واحد حريشه كتشوفوا. الا جاتكم شويه صغيره قادوها شويه بيديكم. صافي هكذا هنا عندي هنا المقله ديال الحرشه، انا غادي نديرها في غير فوق المقله. الا بغيتو ديروهم في الفران ديروهم في الفران. هنا دهنتها بشويه ديال الزيت وغنرشها بشويه ديال السميده. صافي وغندير فيها هاد الحريشات هادو. ونعاود وحده اخرى بنفس الطريقه. هنا المقله راها بارده البنات كاع ما مسخناها. صافي هكذا غادي نعاود وحده اخرى، ناخذ كميه ديال العجينه، ندير فيها واحد المعلقه صغيره ديال خليط الزيتون والفرماج، نحاول نجمع عليها بحيث ان الحشوه ما تبقاش باينه. انا بغيتهم حريشات صغيرين صغار، بغيتهم حريشات يكونوا كبار يعني خذوا دائره كبيره. الا ما عندكمش قرصوها غير هكذا فوق هاد البلاستيكه وطبعوها بشي زلافه ولا بشي كاس. صافي هكذا كي كتجي صافي كنستمر بحال هكذا. ساهلين البنات ولكن راه كيجيو لذاد هاد الحشوه ديال الزيتون، يعني ما يحتاجوش اننا نحطوهم مع شي حاجه اخرى، واخا ما نحطوش معاهم لا فرماج لا زيتون، يعني راهم بدوازهم كما كنقولوا حنايا، يعني كل شيء فيهم الزيتون فيهم الفرماج فيهم الزيت. تقدروا ديروا حتى الزيت البلديه، انا درت زيت نباتيه باش خلط، تقدروا تخلطوا بزيت زيت الزيتون. صافي كنستمر انا بحال هكذا صافي، وكنديرهم فوق البوطه عادي بحال اللي كنطيبوا الحرشه حتى كيتحمروا من واحد الجهه.
كنوليو نقلبوهم الجهه الاخرى. نتمنى يكون واضح ليكم. صافي هكذا كنهزوها بسهوله على داكشي علاش درنا هاد البلاستيكه باش نهزوها بكل سهوله يعني ما تعذبناش. هاي كتجي زوينه يا صافي. غادي نبقى كنستف انا هنا غادي ندير اربعه هنا بحيت عندي المقله شويه صغيره. فاش غنطيبهم غادي نزيد نكمل الاخرين وصافي. وغادي تشوفوا ان شاء الله هنا كيطيبوا فوق في المقله. صافي غنكمل انا بحال هكذا ونعاود نطلقها باش نشوفهم كيطيبوا في المقله. هما الحريشات هما كيطيبوا. نتمنى يكون واضح ليكم. صافي فاش كيطيبوا على هاد كيتحمر على هاد الجهه كنولي نقلبهم على الجهه الاخرى وكنستمر هكا حتى كنكمل كاع الحريشات. صافي غير هكذا كنحمرهم جوج جهات وصافي. وان شاء الله غادي نتلاقاو باش غادي نشوفوهم في الطبق. وهادو هما الحريشات البنات كيجيو على هذا الشكل. هذا كيجيو الصراحه لذاد بزاف بداك الزعتر وبداك الحشوه اللي درنا الزيتون والفرماج كيجيو لذاد بزاف. يعني نحطوهم واحد البريد ديال اتاي ما نحتاج كاع نحطو معاهم شي حاجه يعني فيهم دوازهم كما كنقولوا يعني فيهم كل شيء. نحطوهم الكوتي ديالنا او المائده الافطار. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. شوفوا الحشوه كيفاش كتجي البنات يعني ما كيجيش باين فيهم نهائيا من برا انهم فيهم شي حشوه ولكن فاش كنقسموهم عاد كتبان ديك الحشوه. كيجي داك الزيتون والفرماج كيعطيهم واحد المذاق زوين مع الزعتر يعني والزيت يعني فيهم كل شيء البنات. نتمنى ينالوا الاستحسان ديالكم وتجربوهم. ولعجبكم الفيديو البنات ما تنساونيش بالاشتراك في القناه ديالي اللي باقي ما اشتركش وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ونتمنى انكم تدعموني تدعموا القناه بفضلكم وبفضل الله سبحانه وتعالى غادي تكبر القناه. وبصحتكم وراحتكم استودعكم الله. مع السلامه.